بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. شلونكم متابعيني؟ شخباركم؟ إن شاء الله الكل يكون بخير. فيديو اليوم مختلف جدا عن الفيديوهات الباقية، لأنه هذا الفيديو منزله بروتين يومين من أيام الموكب، يوم الجمعة ويوم السبت. يوم الجمعة كان الغداء مطبق سمك، بعد ما نظفوه هنا عندنا أستاذ أحمد دي يقطع بالسمك ويجهزه. شنو انا ليش ما قدرت انزل؟ لانه بس حاولت منتج ما قدرت ابد نهائيا، بسبب لانه تعرفون احنا بالموكب خدمة 24 ساعة، فما عندنا لحظة هدوء نهائيا. هنا دي يثرمون على مود يجهزون الحشوة للتمن، التمن المطبق، بصل وطماطة وكرفس هو فقط الحشوة كانت. السمك سواله كريمة ومحمد سواله في التتبيلة، بس صراحة أنا يعني ما عرفت يعني الخلطة مالتها، وعذروني على هذا الصوت اللي يطلع يمي، لأنه أنا هسه واقفة بمكان كله هواء. هنا عندنا زائر من سكنة بريطانيا بلندن، هو باكستاني الأصل، يجي كل سنة لهنا، فتبرع بميت باوند للموكب. هنا حضروا زلاطهم للغداء. وهنا استاذ ايهاب دي يحضر بالحشوة، حمس البصل والطماطة، على مود يحضرون وجبة المطبق، مطبق سمك. اللي ما يعرف شنو مطبق سمك، يعني سمك وتمن، ها هو بس صار مطبق، تقريبا يشبه الكبسة. نانا حسون هذا ابن اختي هم دي يشتغل، ضافوا البهارات الخاصة. البهارات هنا تقريبا حسب الرغبة، حسب رغبة الأشياء. كانت هاي الأكلة برعاية ابن عمي مهدي، يعني هو اللي سوان الأكلة، هو اللي سوى التمن، اللي تبنى الشغلة كلها، وراح يخلط هاي الحشوة ويا التمن ويجهزوها بعد ما يقلون السمك اللي تبلوه. والتتبيلة صراحة ما أعرفها، بس كانت كلش لذيذة وطيبة. فإذا عجبكم أقول لكم سر المهنة من أبو حمودي، كتبوا لي بالتعليقات وإن شاء الله أخليه يكتب لي إياها كلها وأنزلها إياكم في فيديو ثاني. هنا أخير شيء قبل يطفون هيك بثواني، خلوا الكرفس. نانا علاوي هذا ما أعرف شنو، مشرف ما أدري شنو، يراقب بابا يشتغل زين لو لا. نانا يكملون السمك كله حتى نجهز وجبة الغداء للزوار. هذا كان يوم الجمعة مثل ما قلت لكم، ويا رب بحق الإمام الحسين يحفظ جميع الزوار ويحفظ جميع الخدام، ويا رب تنعاد الخدمة على الخدام بالصحة والعافية. هنا دي يقلب بالتمن مع الحشو حتى يجهز. خالة محاتم الخير والبركة، كل سنة تجي للموكب وتخدم هنا بالموكب. خالة محاتم هي من سكنة بغداد، أصير أم جنت بيت عمي، وهم هي جوارين هناك ببغداد، يعني جواريني آني. خالة محاتم بمثابة والدتي يعني، وهي طبعا كل سنة تجي تخدم هنا بالموكب. إن شاء الله هي خير وبركة، يا رب يحفظها ويطول عمرها وينعاد عليها هاي الخدمة كل سنة وكل عام. خالة بالله احكي لنا فد كلمة للناس اللي تخدم. اي والله إن شاء الله على حب الحسين. الحمد لله وشكرا، ان شاء الله ان شاء الله كل سنه كل عام تنعاد على امك ان شاء الله اجمعين. وريد يندعوا لي شويدي بالعافيه والخير ان شاء الله. اندعوا لعمي ابو حاتم. اي والله بالشفاء ان شاء الله، واندعوا للشباب كلهم بالستر والعافيه، واخرها الرب ومن عده ان شاء الله ان شاء الله. حق الحسين شهيد كربلاء ان شاء الله يا ربي، ان شاء الله يشافي كل مريض بحق الامام الحسين. ويقضي حوائج الناس كلها بحق محمد وآل محمد، ويطول عمرك يا خاله وينطيك الصحه والعافيه، ولعمي ابو حاتم ان شاء الله وتنعاد عليك هاي الخدمه بالستر والعافيه. حبيبتي خاله امك محمد، واحنا رحم الله والديك، رحم الله والديك خاله حبيبتي. بنفس الوقت اللي جهز بيه التمن والسمك جهز بيه الخبز، لانه كل مجموعه تتجه على شغله، فالعمل يخلص بوقت اقصر. وهنا بدأوا يصبون وجبة الغداء، طبعا أنا أصور شوية بعدين أروح وياهم، يعني مع بالكم أني بس أصور ما أشتغل، لا 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 أشتغل أشتغل.
هنا اللي تشوفوها هاي الكمية تقريبا ربع الكمية اللي صبيناها بهذا اليوم، يعني يوم الجمعة، يعني تقريبا بعد بقيتها 3 أمثال. هنا طرشي، زلاطة، خضرة، بصل تجهز، وهذا يقدم بجانب طبق المطبق. خلصنا من الغداء والمواعين والهذي، جينا للعشاء اللي متبليه قبل بيوم. قص دجاج، وهنا أنا علي دي يشتغل ويقص على مود يجهز وجبة العشاء للزوار. كانت ما حسون قواك الله، مأجور ان شاء الله. وهنا مثل ما تشوفون حضرنا وجبة العشاء، وكان بيومها كمية جدا كبيرة، يعني كان بيومها الزوار هواية، الحمد لله والشكر خير من الله الزوار كانوا. واحد بالمدينة وتفرق وعندك وصار الشمر تبديل، واحد من جعاد اقوى واحد من زين، واحد دفن عندك وواحد عنك بعيد، قبر الحسن يمك وقبر حسين وينه. لا حول ولا قوة الا بالله. شلون ست تبارك؟ جاي تسوي؟ تشريح. تشريح. قاعد تقصصين دجاج او شرحين دجاج؟ والله على السالفة تشريح. تشريح دجاج. عندنا اليوم. اختصاص. انا ست تبارك، اختصاص تشريح. تشريح حيوان اليوم عندنا درس. فاصوليا واحد هي وتمن وياه؟ تمن. المن دا تسوي مرقة فاصوليا وتمن؟ للزوار. شو تقول للزوار انت؟ بالعافية. ها من ياكم تقول لهم بالعافية؟ ايه. زين اول ما يجون شلون تستقبلهم؟ يعني هلا بالزوار، عافية تعال تفضلوا، هلا بالزوار. يلا قول هلا بالزوار. بالزوار. يا الله. وهنا هذا ثاني يوم، يوم السبت. ومثل ما قال لكم محمودي احمد، قال لكم انه اليوم قررنا نسوي فاصوليا. بدينا الفيديو مع ست تبارك بتشريح الدجاج، بعدين بطيور الحب الجميلين، بعدين حمودي غششكم شنو الغداء. الغداء هو تمن وفاصوليا، هنا انا صبيناه، ما يحتاج اصور التمن والفاصوليا ولا اي تفاصيل عنه لان الكل يعرفه. هنا فترة العصر من حضر خبز العشاء، اكو عندنا زائرات من باكستان. هاي الزائرة اسمها أميرة، يعني هي تحكي إنجليزي فقدرنا نفهم من عندها. قالت أريد أخبز وياكم لأن أنا أعرف أخبز، خليناها تخبز. وسألتها شنو اسم التنور عندكم باكستان؟ قالت التنور اسمه إيف، وبالضبط نفسه هذا إحنا نستخدمه، يعني ماكو أي فرق بيه، نفس ال يعني شو ما نقول نفس الآلة أو نفس الجهاز. هنا نكمل العشاء عندنا، اللي هو كبة وبتيتة وأيضا زلاطة ورقي. أبو حمود كريم يسوي لنا بالرقي وحضر أكمله. وطبعا اعذروني على أصوات اليمي لأنه أني أبد ما أقدر أمنتج بمكان هادئ، يعني أي هدوء ماكو، فاعذروني مرات يعني الفيديو يطلع صوت مالته ما صافي أو أصوات يمي، فأرجو المعذرة منكم. هنا شبابنا حبوا يقدمون يعني اشياء خلوها بصواني، وحبوا يعني
يعبرون الشارع ويروحون للزوار هناك يقدموها لهم بالشارع مو داخل الموكب، وبعد ما اجوا حبوا يقدمون فتفعالية خاصة.